السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه راجع من المغرب، أحلى بلد في الدنيا المغرب دي. كنت في شغل بعثة تجارية كده بنتعامل مع المغرب، كنت رايح هناك هوريكم شوية صور كده من اللي أنا كنت بعملها. فراجع مبسوط جدا وسعيد جدا، بلد جميلة يا جماعة. اللي ملوش حظ ما يكونش راح المغرب قبل كده لازم يروح. رحت كازابلانكا، ما قعدتش كتير ورجعت، فلبست مصر والمغرب دهيت وشغل جامد جدا. المهم النهارده عندنا ايه موضوع الحته البيضه اللي بتبقى في الخشب جنب الخشب الاساسي، بيبقى فيه حته بيضه زي ما احنا شايفين في الصور. ايه الموضوع ده؟ وهل ينفع نستخدمه؟ وهل ينفع نظبطه بالديكور كده نعمل شكل حلو؟ ده اللي هنتكلم عليه النهارده، فيلا بينا. طيب هنشرح لكم بالظبط من بره. دلوقتي دي شجره، الشجره دهيت بتاخد الميه من تحت من الجذور، بتطلعها للورق وبتاخد التغذيه بتاعتها من تحت لفوق. الفكره كلها يا جماعه انه الخشبه، هوريكم شويه صور كده، انه الشجره الحته اللي عايشه اللي بتطلع الميه وبتطلع التغذيه بتبقى الحته اللي بره اللي هي الفاتحه. الحته اللي جوه دهيت دي ادمت وتقريبا ماتت وخلاص، الكثافه بتاعتها بقت عاليه جدا، ما بقتش تنفع. لو كلمنا ادي الشجره اهي عشان نوريكم، شايفين الحته البيضه دي؟ كل ما الشجره تبقى كبيره في السن وعجوزه كل ما الحته البيضه دي هتقل شويه. ده بيسموه ساب وود، دي الحته البيضه اللي بره دهيت. اللي جوه ده القديم، كل ما الشجره بتكبر من جوه الاول وبتبتدي تتوسع دايما الحته اللي بره بتبقى افتح، لانه دي اللي بتطلع التغذيه للشجره فوق للزرع فوق. والحته القديمه يا جماعه النجارين بتوع العفش والموبيليا وكده ما بيحبوش ان هم يستخدموا الابيض ده. ليه؟ هقول لكم ليه الاسباب. ده تعلم روح الورشه. اسباب كتيره جدا يا جماعه بتخلي انه الناس ما تستخدمش الحته البيضه اللي على الجناب. اول سبب انه لو حتى صبغتها، فالخشب عاده عملتها كلها لون واحد، الخشب بعد فترة اللي هو الخشب الأساسي بيغمق بالوقت، فممكن بعد وقت هتلاقيها بقعت وبقت اللون غير اللون، فما ينفعش تتصبغ لأن الألوان هتختلف. السبب الأهم هو إنه الحتة الفاتحة دهيت بتمتص الرطوبة أكتر من الحتة الناشفة، فبالتالي لو انت عملت حتة خشب كبيرة او عملت بيها موبيليا فممكن حتة تاخد رطوبة وحتة ما تاخدش رطوبة، وخاصة لو عندك حتة من فوق فيها الساب وود ظاهر والحتة اللي جوه ما فيهاش، فبعد فترة هتاخد الرطوبة وتبتدي تعوج وتقوس وتعمل لك مشاكل. عشان كده نجارين الموبيليا ما بيحبوهاش، وبالنسبة لهم يشيلوها افضل ويشتغلوا من غيرها. وفي دول كتير جدا بتبقى الخشب اللي فيه الابيض ده هو ارخص من الخشب العادي. طب هل احنا ما بنستخدموش؟ لا طبعا، دلوقتي الدنيا اتغيرت وبقت ممكن تعمل بيها حاجات حلوة قوي، من اول علب لترابيزات ايبوكسي ممكن تعمل شفونيرة او تعمل اي حاجة في الموبيليا بتطلع حلوة جدا. لكن طبعا لما هتيجي تعمل ما ينفعش تستخدم حتة خشب فيها ساب من هنا وتربطها في حتة ما فيهاش، فبالتالي دي هتكبر بالرطوبة ودي ما تكبرش تعمل مشكلة، فلازم تخلي بالك من الموضوع ده هو. تاني حاجة ممكن بقى تعمل بيها علب زي دهيت، ان انت بتاخد العلبة بتقلبها، انا هنا لحمها من النص فبتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هو. العلبة بتطلع شكلها حلو جدا يا جماعة. ممكن برضو اوريكو نرجع تاني اوريكم الخشب اللي انا كنت عاملها اللي هي بالايبوكسي. برضو ترابيزه الايبوكسي زي ما احنا شايفين، ادي الايبوكسي في النص وادي الخشب، وتقدر تعملها بشكل جمالي جدا، بيطلع حلو جدا بالطريقه اللي احنا شايفينها دهيت. وممكن تعمل طرق كتيره جدا تطلع الساب وود اللي هو اللي جوه ده حلو جدا. يبقى الحته البيضه او الفتحه اللي على الجناب مش لازم تقصوها كده وتشيلوها، لا ممكن تستخدم، بس زي ما قلنا تستخدم وتركز وتعرف هتستخدمها في ايه. اتمنى الحلقه تكون مفيده، معلومه جديده كده هوت عشان ما تبوظش الشغل. اشوفك الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.